أرخص هاتف 5G من سامسونج في مصر. تعالوا نتعرف عليه إيه هو. يلا بينا خلونا نبدأ تلك الهب. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هبدة السخان جديدة. النهاردة هنتكلم على هاتف 5G من سامسونج، ويعد هو أرخص هاتف 5G من سامسونج في مصر. لكن قبل ما نسترسل في تلك الهبدة، ما تنساش لايك العظيم يلي سبسكرايب المتين، وبعد كده فعل النوتيفيكيشن بيل كي يأتيك منا كل جديد. وما تنساش تنزل تحت في الديسكريبشن، هتلاقي الفيسبوك بيج والتيك توك بيج، بعمل لهم فولو. ايه تاني؟ بس كده خلاص، ويلا بينا نبدا في الكلام. سامسونج A13 5G حاليا في مصر. الهاتف ده يعد من أرخص هواتف الـ 5G اللي أنتجتها سامسونج، وهو حاليا موجود في مصر بسعر حلو جدا وبسعر منافس جدا جدا. لكن خلونا كده في عجالة نتعرف على مواصفات هذا الهاتف. الهاتف بيجي بشاشة LCD، مش أفضل نوع من الشاشات، لكن شغالة وبحجم 6.6 انش. لكن المهم في الموضوع ان الهاتف بيجي بتردد 90 هرتز. اما المعالج فهو من المعالجات الفئة المتوسطة الاكسنوس 850. نيجي بقى للذاكرة التخزينية لهذا الهاتف، فبيجي بنسختين، نسخة 64 جيجا والنسخة الثانية 128 جيجا، والنسختين بيجوا ب 4 جيجا رام. ومعلومة على السريع كده، الهاتف ده بينزل معاه اندرويد 11. اما الكاميرات فهذا الهاتف رباعي الكاميرات، بيجي بكاميرا أساسية 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8، يعني بتديك عزل كويس نوعا ما، وعدسة ألترا وايد 5 ميجا بكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجا بكسل، وأخيرا عدسة مخصوصة للعزل 2 ميجا بكسل. أما الكاميرا السيلفي فهي 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأساسية والكاميرا السيلفي بيقدروا يصوروا فيديو فول هاي ديفينيشن لحد 30 فريم بير سكند. أما بطارية هذا الهاتف فهي بطارية كويسة جدا، 5000 ملي امبير، يعني هتقعد معاك يوم مستريح جدا. نيجي بقى لاهم نقطه، وهي السعر في جمهوريه مصر العربيه. بالنسبه للنسختين، عندك النسخه ال 64 جيجا عامله 4300 جنيه، اما النسخه ال 128 جيجا فعامله 4800 جنيه. واللي عايز يتعرف على المواصفات التفصيليه هتلاقيني سايب لكم تحت في الديسكربشن لينك بمواصفات هذا الهاتف بالتفصيل. ولو في حد اشترى هذا الهاتف، يا ريت يبقى يسيب لنا رايه تحت في الكومنتس، يقول لنا تجربته مع هذا الهاتف، هل هو هاتف يستحق البروباجندا اللي اتعملت عليه من سامسونج، ولا هاتف على ما تفرج. وبكده نكون خلاص وصلنا لنهايه تلك الهبده. ما تنساش لو عجبتك تلك الهبده تبقى تعمل لايك والسبسكرايب والحوارات دي، علشان المواضيع دي بتساعد جدا على انتشار المحتوى، وبتساعد جدا في دعم نفسية العبد الفقير إلى الله. وخلونا نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.